طيب نحن اتفقنا امبارح اول شيء بالنسبه للتري انه لما بيكون في شيء ديبندز اون شيء ساعتها بنكون عم نحكي عن تري صح؟ هي القصه الاساسيه. طيب هون هات لنشوف الجيفن هي اللي حاطين ان ا سيرتن ريستورانت ايتش كاستمر هاز تو ايذر تشوز ا ساندويتش اور ا ميل. وسامحوني على اللغه اذا قلت شيء لحني غلط لانه انا فرنش ماني انجلش. سامحونا حتى هذا السؤال لما حطيته وقتها كنت عم بستشير اساتذه اللغه يعني عارفنا فيه. طيب المهم كل حدا في مطعم عامل هيك يعني عشان نوضح عشان نظبط السؤال كل زبون بفوت على المطعم عنده خيارين يا بيشتري ساندويتش يا بيشتري مين يعني وجبه اوكي طحن او شيء ما بعرف شو بدك اياه. ها بلش يعطينا النسب المئوية اول بارت 60% من هول الزباين اختاروا الساندويتش. طيب شو بتفهموا منها انت اذا هو عم بيقول لكم اللي عم بفوت يا عم يشتري يا ساندويتش يا مين؟ اذا 60% اختاروا الساندويتش معناتها قديش اختاروا مين؟ 40% باقيين من العالم اللي هن قديه عم بيقولوا 40%. ايه هي الفكره؟ الفكره انه هون في ارقام ناقصه هلا انت حتكملها على الفريق لحالك. هيدا اول رقم زاد معنا. طيب خلينا نشوف هلا هون شو عم بيصير. نحن لهلا لكان عرفنا انه هول العالم اللي عم بفوتوا على المطعم 60% منهم عم يشتروا ساندويتش و40% منهم عم يشتروا وجبه. شوف هلا النقطه الثانيه شوي. هون بتبلش هلا تعرف المفروض انه هون في فريق. اوت اوف دوز هو تشوز ا ساندويتش 35% also choose a soft drink. طيب انت بتعرف انه عاده كثير عالم بتاكل بدون ما تشرب معه شيء صح؟ في عالم بتاكل مع انه تشرب فيه يعني قد ما فيني حطيت سؤال واقعي بتلاقي عم نقول هون من ضمن الناس هيدي شفتوا هيدي اوت اوف هيدي المفروض تصير تعلمكم من هلا ورايح او بما يشبهها المصطلحات اوكي؟ خليكم تعرفوا انه في عندي من ضمن الناس اللي عم يختاروا ساندويتش 35% عم يختاروا كمان سوفت درينك. يعني بمعنى ثاني 35% من 60% من هول تبع اللي اختاروا ساندويتش عم بيجيبوا سوفت درينك. واضح؟ شو بنفهم؟ معناتها ال 65% الباقيين هول شو؟ ما بيشربوا درينك مع الساندويتش عم يشتروا سوفت درينك مع الساندويتش من ضمن مين؟ من ضمن ال 60% تبع ال 60% تبع اللي عم يشتروا الساندويتش. فهمتوا؟ يعني سمعت يعني جيت حطيتهم انا اعتبره هن كانوا 100 شخص كلهم لسهل الامور 60 شخص هن العدد ما بنعرفه هلا هو بالبارت الثاني حط العدد 60 شخص اشتروا ساندويتش و40 اشتروا منه. هول ال 60 في 35% منهم جابوا شو؟ سوفت درينك، معناتها الباقيين اللي هن 65% من هول الجماعة تبع اللي جابوا ساندويتش ما اشتروا سوفت درينك، صح؟ بنروح هلا لجماعة المين. Out of those who choose a meal 85% also choose a soft drink، معناتها البقوة اللي هن 15% ما اشتروا شو؟ 15% دي بار knowing that us سوفت درينك. انا حطها دي لانه هو سميها دي بار شوي دي بار. طيب انا كيف بعرف انه في عندي تري؟ شو هو الشيء اللي خليني اعرف انه في عندي تري؟ انا دائما ليكون في تري بده يكون في ايفنت depends on events قبل صاروا صح؟ متفقين عليها ها؟ طيب شو هن الحدثين الاساسيين اللي عم بصيروا اول شيء؟ انا كزبون اول شيء اشتريت ساندويتش او اشتريت شو؟ ميل. هولي لما نقارنهم بالشرح تبع امبارح هولي هن ليرن هولي تو تشويسز يا هاي يا هولي هن البي 1 والبي 2. مين هو الايفنت اي اللي سميته امبارح بالشرح انا اللي هو ديبندينج اون بي 1 والبي 2 اللي هون درينك هون درينكس. يعني انا بالنسبه لي ما فيني اعرف مين عم يشتري سوفت درينك الا لكون عرفت إذا هو اشترى ساندويتش أو شو أو مين. معناتها هالجملة شو بتخليني أفكر؟ إنه جماعة يلي عم يشتروا سوفت درينك هن ديبيندز أون
الجماعة يلي عم يجيبوا ساندويش أو عم يجيبوا شو؟ صح ولا لا؟ هيدا الشيء معناته إنه في عندي تري. كيف بتكون تركيبة التري؟ أنا رح أعملها على جنب هون مع البريزنتر. أنا صراحة تركتهم بس من هون لأنه ما هي اللي إلي بالتري ثلاثة. بس هي هيك تركيبة التري. كبداية أنا فتت على المطعم، شو عندي خيارات لهلا؟ بعد ما أخذت موضوع فطري. إيه على فكرة هو سمى الإيفنتس. الأس سماها ساندويش. ليش؟ ال سميناها ميل. والدي سميناه سوفت دريك. بس لانه ما فيني نسميه اس هيدا لانه في عندي اس هون صار نسبة لدي درينك وهون سميتها ال هيك ما كنت تسمي الام الام عارضة فاريبل فسميناها ال. اه اوكي طيب هلا اول شيء انا فتت على المطعم في عندي خيارين يا عم باخذ ساندويتش يا عم يمين تاخذ ميل. الميل هون هن عكس الساندويتش يعني محل ال فيني احط كمان شو اس بار بس انا هون سميها قديه هن نسبة العالم يلي كان اخذوا ساندويتش 60% 60% 60% يعني 60 على 100 100 واضح 60 على 100 بترجع على ورا هو بده يصير يطلع عندكم قديه يعني 0.6 على فكره فيكم تتركوها 60 على 100 ما عندي مشكله بس انا قلت لكم كرمال الطباعه الفراكشن على التري بصير هيك تلبكنا شوي بالشغل فهمتوا كيف كرمال حولته لدسم وفي حتى اهل يعني حتى في تلاميذ بحب يحطوها دسم المين قد ايه بيكونوا هيدي مثلا هو ما اعطاكم اياها انت لازم تعرفها لحالك اذا من الاساس بالمنطق اللي عم بفوت يا عم يختار ساندويتش يا عم يختار ميل بما انه 60% من العالم اخذوا ساندويتش معناتها البقوي اللي هن قد ايه 40% هيدا اول رقم جديد طبعا هلا كيف بعرف انه في 3 3 هون هلا بدي اكمل اوت اوف هيدي اوت اوف هي القصه كلها من ضمن الجماعه اللي جابوا ساندويتش في ناس يا اشتروا سوفت درينك اللي سميناه دي يا ما اشتروا سوفت درينك ما اشتروا سوفت درينك عشان بدي احط هون كبار كبار صح هول الدي المقصود فيهم نومن ذات اوت اوف مين هول من الاس جابوا ساندويتش بالضبط هول نفس الشيء اوت اوف صح قد ايه هن نسبة العالم يلي اختاروا سوفت درينك من جماعة اللي جابوا ساندويتش 35 على 100 لأني أنا حاطط على التري هون قد ايه 0.35 معناتها الباقيين هون الجزء الثاني دائما جمعوا العوام لازم يكون 1 معناتها اللي ما اشتروا سوفت درينك من 1-35 على 100 لأني 65 اتفقنا؟ فاينلي بنروح على الجزء الاخير تبع التريد اللي جماعه الميل من اللي اشتروا ميل في عندي ناس جابوا سوفت درينك نومن دهل وفي ناس ما اشتروا سوفت درينك اللي جابوا سوفت درينك من جماعه الميل قد ايه هم 85/100 يعني حتى قد ما فيني حطيت الارقام منطقيه لانه عاده مع الساندويتش بتقدر تنبلع بدون ما تشرب شيء بس الميل اجمالا الأكثرية بدنا نجيبه مع شيء يشربوه صح؟ قد ما فينا عملناه منطقي قد ما فينا عملناه منطقي فهمتوا كيف؟ هلا حتشوفوا شو الهدف تبع السؤال طيب هولي هي هي الفريز اللي انا حطيتهم كلهم بالدسم هو اعطاكم ثلاث ارقام اعطاكم 60% و 35% و 85% انا عرفت الثلاثة بالمين لحالي من وراء انه هن جمعوا ايكوال تو 1 لكل جزء صح؟ صح وضحت التري طيب لكم شو الهدف الهدف انا كنسبه مئويه هلا انا خليني افترض انا وياك انه قدام المطعم واقف 100 شخص عشان يعني تكون القصه سهله يعني 100 شخص يعني 60% هن 60 صح ولا لا طيب انا اللي هلا عرفت انه في 60 شخص هن اختاروا الساندويتش وعرفت انه في 40 ثانيين اختاروا شو الميل طيب انا بدي اعرف قد ايه هن من ضمن هول مين قد ايه اللي عم يشتروا صوت الليل هذا هو هذا فهمت يعني له معنى السؤال اليوم تفهم انه له معنى هذا انا كل اللي عرفته لهذا انه اوكي في 60 واحد اشتروا ساندويتش وفي 40 واحد ثانيين اشتروا شو مين طيب اللي عم يجيبوا سوفت درينك هن من جزء من هول وجزء من هول انا بدي اعرف قد ايه هن بالضبط هذا هو هذا انا اللي عرفته هلا انه في عندي 35% من 60% جابوا سوفت درينك و85% من 40% جابوا كمان شو
هلا هي منطقيا لغويا انت عرفتها، هي 35% ضرب ال 60% زائد مين؟ ال 85% من اصل مين؟ ال 40%. هيدا لا يركب بده فريق، بده نوتر بروبلم. عم تفهموا كيف؟ يعني هلا هدفي انا بالفارق روح اوصل لمحل هيطلع عندكم هلا بشكل عام 55%، يعني 55 شخص من هول مين هم اشتروا صفر. جزء منهم محصن من جماعة اللي جابوا ساندويتش، والجزء الثاني من جماعة اللي جابوا طبعا تبع مين اللي اكثر. وضحت؟ هلا حنعرفهم بالضبط قديش من كل جماعه. فهمت ولا السؤال؟ طيب. يس. وصل البارت. البارت الاولى شو بتقول؟ ما بعرف اذا بدكم تصوروا بس انه الفري جاهزه، يعني انا رجعت رسمتها هي زي. اول سؤال كان شو ذات؟ هلا الكتاب ما بعرف اذا في حدا منكم من هون الكتاب، هذا نمبر 6 على فكره بالكتاب ها؟ بيج 7. نعم حل هلا نمبر 6. طيب. اول بارت كانت شو ذات؟ P of S enter D equal to 0.21. أنا أعطيتكم الجواب. من الرول. أوكي. أوقات كثير نحن معطينا أجل إيه لنتأكد إن أنتم عم تمشوا صح عم تحكوا صح. وتكفوا على أساس. أنا هيدي أنا معطيكم إياها. أنا برهن P of S enter D. شو يعني P of S enter D؟ يعني probability إنه شخص عم بختاره أنا يكون بنفس الوقت عم طالب ساندويتش وطالب درينك. طالب ساندويتش وعم يشرب طالب درينك. أنت بدك تحط القاعدة هلا ليك. عادة بس تكون الثري موجودة ما فيش داعي للرول أكون واضح نعم. بس في سنة من السنوات أنا حتى إنه لا خليه يحط للتلميذ الرول مرة واحدة بس وبعدين مش مشكلة ما يحطها. وبعدين رجعوا بسنوات متأخرة قالوا خلص الثري هي لحالها بعض. يعني أنت هون إذا أنت عامل الثري فيك أوان بس بدك تجيب بي أوف إس إنتر بي تدور على الثري وين في إس وين في دي نومن ذات إس تضربهم ببعض. بس أنا بفضل خلينا على صحة السلامة يعني نحط الرول على القليلة مرة واحدة. P of S enter B هي P للأولى P للS times اللي depends منا اللي هو مين P of B نوعاً. طيب اتفقنا؟ وهو التعنيات عن P of S شو يعني P of S لحاله؟ يعني شو probability اللي يكون بيختار صنبو؟ شو أعطاكم يعني؟ ده كان 60% ضرب شو probability اللي يكون بيشتري soft drink شرط اللي يكون اشترى صنبو يشتري ده 5% طلعوا 0.21 هدا يعني 0.21% يعني 1 على 5 25% يعني هلا نحن عرفنا انه من اصل هول ال 60% اذا كانوا 60 شخص في 21 منهم اللي بيشربوا صوت فهمتوا؟ اذا عم تطرد كما يكونوش 100 اللي يكونوا 200 اللي يكونوا 50 هلا انا بالسؤال خاطر هون انه اخر شيء بالبارتي انه في نهار 40 زبون يعني اعتبرت التوتال 40 زبون اتفقنا؟ طيب. ثاني بارت كانت في جزء اول جزء منه كان calculate P of L enter D وديفيوز P of L. هذا هو هدفي يعني. انا هدفي اني احصل على P of L. الباقي بصير قاعدات بالسؤال حتشوفوا. طيب شو يعني P of L enter D بنفس الوقت؟ مثل اللي فوا. شفتوا القاعدة اللي كتبها انا؟ هون عن جد فيك ما تكتبها. خلص. عندك تقريب. وانت اوريدي كتبت القاعدة مرة. فبتطلع على 3 وانت عندي L وانت عندي D P of L هي 0.4 بتحطها وين؟ ضرب D known that L هي قد ايه؟ 0.85 بلس 0.85 طبعا ركز 0.4 ضرب 0.5 هيطلع عندنا 0.34 يعني 34% من العالم اللي واقفين هن اخذوا وجبه وشربوا تمام هون اوكي؟ هلا بيجي لل P of D لحاله شو يعني P of D؟ P of D يعني شو probability إنه الشخص اللي عم بختاره بشهر شوي أنا من ضمن هالناس يكون بيشرب بوك درينك هو يا بده يكون يا من جماعة الساندويتش مع درينك يعني P of D enter S أو يعني بلس بده يكون بياخذ سوفت درينك وبياخذ درينك يعني هي منطقية هيدي الفورمولا هي الفورمولا اللي بتحطها للفورمولا هي إجبار بتحطوها للفورمولا هيدي إجباري ما حصلت فيها هي إجبار بتحطوها هيدي اذا انتهلتوا اوامر الاجل اللي جمعتوهم بدون فورمولا بتخسروا على مين اوكي هيدي مهمه لدرجه انه اذا التلميذ بس حطها بس كتبها وما كان عارف يعمل فري يعني ما حتى بياخذ ربع علامه مثلا ما في علامات عليها المهم هالقد اوكي فالبي اوف دي هون لانه على 3 دي ديبيندز اون اس او اون شو او اون بس وحده من الاغلاط الشائعه اللي بتصير كثير اعتبركم اياها هون يعني بياخذ دغري التلميذ عليها صفر
نريد نكتب عن P of D هي P of D known than S plus P of D known than S. هاي دي غلط. واضح؟ هاي غلط. هون التلميذ حرام بيكون عم بفكر بنفس المنطق، بيكون عم بفكر صح طويل. بس بضيع بين النون ذات والانترسكشن. يعني هون بيجي بيقول التلميذ بلا يا استاذ ما هي يا بده يكون بياخذ درينك شرط انه يكون بياخذ ساندويتش او بده يكون بياخذ درينك شرط انه يكون بياخذ ايه بس ما في عندك بروبابيلتي لياخذ ساندويتش ازاي هي بتحطها هناك. فهمت كيف؟ فهي مش بي اوف دي نون ذات اس هي بي اوف دي شو انتر اس. اوكي هيدا هي الفورمولا اوف توتال بروبابيلتي. بي اوف دي انتر اس جبناها وبي اوف دي انتر ال جبناها. بي انتر اس على فكره هي زائد الاس انتر بي. اوكي ونفس الشيء بالنسبه لبي انتر بيطلع عندنا قد ايه 0.55. شو يعني 0.55 شاطرين؟ يعني قد ايه نسبتهم هون؟ ضربوا ب 100 55% 55%. يعني احنا عرفنا هلا بشكل عام بغض النظر اذا هالزبون هيدا عم يشتري ساندويتش او مين، نحن عرفنا هلا انه 55% من اللي واقفين برا اللي قاعدين بمطعم عفوا هن عم ياكلوا ساندويتش. اتفقنا؟ يعني مثل ما كنا عارفين انه 60% اخذوا ساندويتش و40% اخذوا مين، نحن عرفنا هلا انه 55% اخذوا ساندويتش. مش الحال؟ يس. هلا انطلاقا من هون توقعوا 9 مطابقات. خلص ما عادش في 3، 3 هلا خلصنا. هلا 3 بلا في ارقام بعض ما استفدت منها ليكو. اذا بتضرب انا 0.6 ب 0.65 هيدا مين؟ بتكون عم تجيب انت جي بي اوف اس انتر مين؟ بي اوف اس انتر الدي بار. طيب والال انتر دي بار هي 0.4 ال اذا كنت حاجبها حتشوفوا هلا انه يمكن نحتاجها يمكن لا. حننزل لها بارت 3 وبارت 4 ركزوا معي. بلش بارت 3. بارت 3 بتقول knowing that the customer chooses a soft drink calculate the probability that he chooses to drink. طيب هيدي هو هلا اصلا هون ذات يعني سهلنا عليه. هيدي عطاك كونديشن، يعني هيدي هون مجرد ما اعطاني اياها بعده ما سالني السؤال معناتها knowing that انه يكون اخذ drink knowing that drink. هلا السؤال شو البروبابيلتي يكون اختار مين؟ شو هي مين؟ ال يعني انا مطلوب مني اجيب بي اوف ال known that. هيدي اذا كتبتوها لحالها هيك انت اخذت عنها بس قدرت وقت انت معناتها عرفت تترجم الجمله. هيدي مش بي اوف دي نون ذات ال، مش تمشوا بعيونكم بالترتيب مش على اليمين. هون اذا بدكم تقروا الجمله شوي شوي، هيدي الجمله بس يعطيكم معلومه عامه. على فكره حتى لو ما قال لي نون ذات نفس الشيء، هلا بالبار 4 ما قال لك نون ذات. مجرد ما يعطيك جمله مفيده قبل ما يسالني سؤال probability معناتها هيدي الكونديشن. يعني الكونديشن هون نون ذات شو؟ السؤال هو لما نجيب probability انه شو يكون؟ يختار الميل يعني بي اوف ال. هيدي على التري انا ما عندي اياها. طلعوا على التري انا عندي دي نون ذات بس ما عندي ال نون ذات. لانه الزبون هيدي باللوجيك ما فيك تعرفها بالمنطق. شو معناتها بالمنطق هي؟ يعني عم بيقول لك شو البروبابيلتي انه كزبون ياخذ وجبه شرط انه يكون اخذ سوفت درينك. طيب ما انت بالنسبه لك سوفت درينك عم تاخذه حسب اذا انت عم تاخذ ميل او لا. عم تفهم كيف؟ فهيدي باللوجيك ما فيك تحلها دايركتلي، ما فيك تروح على 3. انا على 3 دي ديبيندز اون ال مش ال ديبيندز. فهمت شو بدي اقول؟ يعني لما بيكون اليمين نون ذات الشمال ما فينا نعرفه. فهون بروح لوين اوام؟ للفورمولا. شو الرول تبع هيدي؟ عندك قاعده ولا لا؟ شو الرول تبع البي او؟ لا انترسكشن على ال انترسكشن على البي للكونديشن يعني بي او ال بي اوفر بي او بي. هون بتكتشف انه اثنيناتهم انت جايبهم يعني مش مشاكل. حتى لو مش جايبهم بترجع بتجيبهم على الطريق اللي هون. بي اوف ال انتر بي من هي يا شباب؟ هي انت جايبين هذا طلع معنا 0.34 وبي اوف دي هلا طلع معنا قد ايه؟ 0.55. هون اذا بتحسبوها حتطلع 34 على 55، اذا بتحسبوها هيدي على الديسيمال ما راح يطلع معكم اكزاكت. انتبهوا انا بقبل بالديسيمال شرط انه يكون اكزاكت فاليو يعني بينتهي على الكالكوليتر. هلا اذا انتم بتحملوا الكالكوليتر وبتحسبوا 34 اوفر 55 وبتحسبوها على الديسيمال حيطلع الديسيمال بار بعيد وما بينتهي. فمش مقبول تحطوه تقريبا قديش. هيدا الشيء ما بتعملوه الا اذا شي مره الكالكوليتر عطتك رقم كثير كبير
وما عطت كثير دسمة ما حصلت ساعتها منه بس هون متر كوتراكشن 34 اوفر 34 اتفقنا؟ يس البار 4 هلا هالمرة عكس الموضوع كمان نفس الخبرية بس معكس الموضوع The customer did not choose a soft drink شو يعني؟ يعني هالمرة المعلومة اللي عطاتكم إياها إنه هيدا الشون ما أخذ سوفت درينك يعني ما هو مبدأ شو هون دي شو دي بعد شو الـ probability إنه يكون اختار ساندويتش يعني P of شو S P of S كمان هون يعطري أنا D depends on S D bar depends on S مش الـ S depends on D bar فما في نحلها هاي عطري كمان بحلها وين على يعني ليه لما بيعطيكم كونديشن هاللي هون اللي على اليمين دي او الدبار ما فيكم تخلوه على طول وحين خلص الطريق خلص دوره هون بي اوف اس انتر دبار على بي اوف طيب هلا هون بدي اوقف شوي هلا طبقنا القاعده صح بي اوف اس انتر دبار على بي صراحه بي اوف اس انتر دبار دي بتجيبها انت دايركتلي على طول طلع طيب شو يعني بي اوف اس انتر دبار يعني بضرب البي اوف اس بالبي اوف دي بار مونتدرس يعني كان فيك بكل بساطة تضرب مين 0.6 مين 0.65 بي اوف اس انتر دي فيك تجيب بي اوف اس انتر شو دي بار صح؟ تخلص بسرعة بس انا صراحة حابب هيك ضلني اذكر بالقاعدات اللي حبيهم بالدرس هيدي بحد ذاتها عندها قاعدة ولا لا؟ ايه؟ بي اوف اس انتر دي بار عندها قاعدة ولا لا؟ بلا ناخذ لما عليه بار ناقص الانترسكشن لاني بدون بار يعني هو بي اوف اس ناقص بي لمين للانترسكشن والبي اوف دي بار هي اكيد عندها قاعده هي 1 ماينس مين بي اوف البي اوف اس عندنا اياها بلشنا فيها هي 60% الاس انتر دي هلا جبناها اول بار وتحت عند البي اوف دي هلا جبناها 0.6 هول 0.6 ماينس 0.21 هو زيته لو ضارب انت كان 0.6 0.65 نفس الفاليو فهمتوا؟ فبيطلع عنا الجواب النهائي 30 اوفر وحب سمعنا على هيك البارت منيح سيد بس فيك ترجع تعيد على البارت من المعروف بالنسبه للثري ولا للفور؟ لا الفور اوكي في شيء انت اعتبرت حالك فهمت الثري منيح؟ اه اوكي لانه الفور هي نفس الفكره بس انت بتعرف قصه الديفرنس ما بعرف اول شيء فهمت ترجمتها هيك انه اس نو ذات ديبار اه اوكي اه مش الحل اوكي هون الكاستمر ما اختار سوفت درينك يعني نو ذات شو ديبار شو البروبابيلتي انه بناخذ ساندويتش بي او اس ما تضيعوا لي هون تحطوا ديبار نو ذات اس مش القصه بالترتيب مش انه والله يلا هيك ديبار نو ذات اس لا البروبابيلتي هو هون بلش يعني هيدا السؤال كأنه هو زيته إذا بدي له كأنه what is the probability that he choose a sandwich knowing that he did not choose a soft drink هيك معنى كنتو فانتبهوا منيح للغة بس S enter the bar فيك تجيب فرق تاني تجيب على 3 مثل ما جبت ال S enter the يا بتجيبوها على القاعدة أنا بفضل القاعدة لسببين أول شيء هون لنضلنا مرة نحن على القاعدة لما ننساها لأنه مهم كثير الله حيدي همي ليش؟ هذا السبب الثاني انه اوقات الثري بكره حتشوفوا في اسئله بتكون ناقصه الثري ما بيعطيك المعلومات كلها على الثري يعني في جذوع معينه بالثري بتكون ناقصه ما فيك تعرفها فهمت كيف؟ فيمكن هيدي ما تكون بعرفها كلها كرمال هيك هيدي خلص نظبط منها على الفاضي اتفقنا؟ طيب هذا بالنسبه للبارت هلا بالنسبه للبارت بي انا ما راح احط فيها بالتفصيل اخرت عليكم وعندكم مصروف كمان وكذا يعني مش زمن بس بقلكم شو فكرة بارد نكفي لبعض هوني بلشت اعطي العدد هلا هوني فت بالكومبينيشن غيرت السؤال يعني بعده نفس السؤال بس غيرت الاكسبيرمنت مره ثانيه يعني حدخل الكومبينيشن عم نقول during a day 40% visited this desk في 40 شخص فاتوا على الفي توتال واخترت انا بشكل عشوائي simultaneously خمسه من هول الناس يعني كومبينيشن جروب لخمس اشخاص يعني في عندي هوني combination C5 من أصل أداية ذهني كلهم 40 صح؟ أول شيء أما نعرف هلا حيسألك probability إنه اثنين منهم يكونوا ساندويتش والثلاثة منهم يكونوا بيختاروا هذا الشيء
يعني رد بي اوف 2 بيختاروا ساندويتش والثلاثة بيختاروا شو؟ طيب انت عارفة مش بتقول سي 2 من اصل عدد اللي اختاروا الساندويتش؟ طيب انا نعرف احنا قديش ان عددهم احنا بنعرف انه هن الساندويتش 60% صح؟ 60% من 40 بالضبط هي بقت تحسب على 60% من العدد اللي هن قديه هلا هون 40 اول شيء عملته انا قلت عدد الكاستمرز اللي اشتروا ساندويتش هن 60% من ال 40 يعني 40 بيطلع عندي 24 والبقوي بيطلع اصلا 40 على فكره بيطلع صفر صح؟ بتحسبها انا ثاني بارت جيب سيره الاشخاص اللي اشتروا سوفت درينك قد ايه نسبتهم اللي اختاروا سوفت درينك؟ قد ايه طلع البروبابيلتي تبعهم؟ لقيتوا النسبه المئويه هي ذات البروبابيلتي قد ايه الفاليو تبع البي او دي طلعت معنا؟ 0.55 معناتها بتضربوا 0.55% بالتوت اللي هو 40 بتعرفوا قد ايه هن الاشخاص اللي حيطلعوا هون 22 بتعرفوا هون قد ايه هن الاشخاص اللي اختاروا سوفت درينك معناتها اللي ما اختاروا سوفت درينك قد ايه بيكونوا؟ اذا هو 22 45 في 45 شو فهن كلهم 40 22 لا قصدي انا 45% فهن الباقيين يعني 40 ناقص 22 بيطلعوا قد ايه؟ يعني 22 اخذوا درينك معناتها البقوي اللي هن 18 ما اخذوا انا بالبارت الثاني سألكم اتليست ثلاثة من الزباين اخذوا درينك يعني يا ثلاثة باثنين يا اربعة بواحد يا خمسة اوكي بصير سؤال كومبينيشن عادي هيك بنكون دخلنا اثنين ترجعوا بتطلعوا عليه للسؤال يعني تقريبا خلينا احنا مع بعض اوكي وراح احضر لكم هلا على كلاس روم سؤالين هيك واحد منهم فيه هيك 3 وفي غير 3 واحد فيه بس 3 يعني في واحد 3 مش قليل هو دوره اوكي وله علاقه هيك بالبيولوجي جزء من حياته وظائف لبعض العيد نعم حياته وظائف لبعض العيد سؤالين يعني بس لا تنسوا لا تكونوا جايين بعد العيد نسيت بس هيك سؤالين برضه مش نص ساعة شوي ماشي اسمحوا لي ولا ممنوع خلاص عليك الأمان بس سؤال كرمال على فكرة أنا ما عندي مشكلة بس كرمال ما نضطر نرجع نعيد كل شيء بعد العيد يعني سؤال مثل هيدا كثير بيشبهه وسؤال ثاني تو بارتس حبيبي يعني الأوردر الثلاثة A B C D بدي ياخذ كله منه بس البارت A وبارت على الطبيعة كله على بعضه برضه نص ساعة ماشي اوكي يلا هذا عنده شيء ما سكر سلامتك سنعد عليك يلا سعد عليك سعد عليك استاذ عادل وراح البال 10 قرى من غير من مدار هشام شفته فات ورجع طلع بيعمل هشام نصين اثنين اذا هشام هشام كثير اوقات عنده الانترنت بكون تعيس فما بعرف صراحه طيب يلا خير ان شاء الله هبعرف كيف غير هشام كمان في نعمة صح نعمة طبعا طيب ماشي يلا بنشوفكم على خير ان شاء الله الاسبوع الجاي وانجوي يور ايفنت يو تو سيز باي باي سيز العفو